أحسن الله إليكم، ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء، توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل، وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحدها، هل معناها أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر، ينكر على صاحبه ويقال له إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، والله سبحانه وتعالى وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها. فهذه بدعة وضلالة. نعم.